لناخذ مثلا الهلال. الهلال اذا لم تخن الذاكره ابتعد عن البطولات من عام 1964 الى غايه 1977، يعني تقريبا 13 سنه توارى عن البطولات. الاتحاد توارى عن البطولات من عام 1967 لغايه 1982، يعني حوالي 15 سنه. اذا هذا التوارى او الابتعاد عن البطولات اللي حدث للاتحاد وحدث للهلال لم يبعد الاتحاد، لم يخرج احد ويقول والله الهلال ليس من الاربعه ولا الاتحاد من الاربعه.